مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا جيل الطيبين. موضوع حلقة اليوم: المرأة العراقية عانت وتعبت وصبرت. صبرها تخلد بقصائد كثيرة وروايات. آخر قصيدة يمكن كتبها النجم كريم العراقي اسمها سيدة الصبر، عن بغداد وعن المرأة. يمكن بالزمن القديم كانت تعاني ضغوطات المجتمع، الحروب النفسية والاجتماعية. إذا درست وإذا اختارت مجال ما متداول، لكن اليوم الفرق مو كلش كبير. صح تغيرت الدنيا، قبل كان الوقت أصعب، لكن اليوم شوية اختلف الموضوع، لا سيما وأنه رغم كل الصعوبات هناك نجمات عظيمات كبيرات اختاروا أن يكونون فنانات وممثلات في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة. أثروا ذاكرتنا، أثروا ذائقتنا، عاشوا ويانا كأفراد من عوائلنا ومن بيوتنا. نجمة حلقة اليوم نجمة مختلفة ومميزة ومسيرة كبيرة، فنانة عظيمة، فنانة الشعب، السيدة فاطمة الربيعي. نورتي وشرفتي ستي. شكرا شكرا ست، نورت فينا انت، وانا سعيدة شوفتك، صار زمان ما متشوفين. شكرا على هذه المقدمة وهذه المعلومات. يمكن اي مقدمة واي كلام واي قصيدة ما توفي هذه المسيرة العظيمة اللي مليانة جمال، وبقد الجمال أكو مصاعب، أكو معاناة، أكو ألم. هذا الوجه الجميل وهاي الابتسامة اللي دخلت بكل قلب وبكل بيت، حجر أساسها كان ألم وصبر وعطاء وأصرار. كانت البداية وأنت طفلة. للي ما يعرف بدايات السيدة فاطمة الربيعي، منين بدت؟ بديت أكيد من بغداد، يعني من الإذاعة والتلفزيون، من شركة باتا لأنه بيها مسرح عمالي. يعني بداياتي وأني صغيرة، يعني من جينا من الكوت إلى بغداد، شي يقولون رب ضارة النافعة. المأساة اللي إجينا بها من الكوت إلى بغداد كانت مأساة، بس إجينا يمكن بالنسبة لي الله سبحانه وتعالى كاتب لي أن تكون فاطمة في بغداد. هي مفتتح لحياة عظيمة ومسيرة هائلة. هذه المسيرة أحياناً الإنسان يكون يائس، قنوط، محبط، مكسور، لكن رب العالمين بالفعل يفتح له هذا المجال، أبواب مو بباله، مو اللي هو متخيلها. لذلك دائما ينصح اليائس بأنه ما يفقد الأمل برب العالمين. وأتذكر بالمشاهدات اللي أنا شايفتها، يعني حضرتك بديتي طفلة، طفلة يعني ملامح طفلة، شكل وجسم لطفلة متوسطة، يعني صف ثاني ناجحة، للثالث متوسطة. دراسة وعمل وموهبة. دراسة وعمل، بس الدراسة شوية يعني متلكئة بسات. والمدرسة كانت إلى جانب الإذاعة والتلفزيون، فكان يغريني هذا المكان، فأفضل المجيء دخولي للإذاعة على الدراسة. تنهزمين من المدرسة شوي؟ هو يعني رغم حكيتي أنت عن الصعوبات والمعاناة، يمكن عند كثير من النساء أو المرأة العراقية
إذا ما يكون عندها تحدي ما تقدر تعبر هذه الصعوبات. فأنا يعني من أنا صغيرة عندي تحدي، وهذا التحدي وجد عندي من العائلة، من البيئة اللي أنا بيها. بيئة أنت بيها المرأة قوية؟ بيئة يعني أنا من أنا صغيرة أرفض الظلم، ما تحملت الظلم بالبيئة مالتي، فإجا هذا التحدي وأنا صغيرة مو من فاستمر وياي حتى أدخل هذا المجال. وهذا المجال أيضا في فترتنا كان تحدي كبير جدا، ومن عائلة الدراسة وحدها كانت تحدي، الدراسة عاد الفن والتلفزيون تحدي كبير. صح معاناة، بس أنا عمري ما التفتت لي وراء يعني إطلاقاً. كل ما أكبو أنهض، كل ما أكبو أنهض، وهو إلهام يعني. لقيتي ضربات؟ ضربات موجعة يعني، مو بس ضربات سهلة. أولاً أنت المرأة أو البنت من تكون بعيدة عن الأب ويكون الأب قاسي أو ما شافت حنان، فهذا هاي شلون غليان الماء من يغلي وتطلع هذا البخار اللي يحرق اي شيء يحرقه، هذا كان عندي. فهذا كله كان عندك احتياج فجوه ادت يعني انا ما احب يعني انه امي تكون مظلومه، فانا صغيره وادافع يعني ادافع عن امي. فشفت مره ابويا ضربني أو أمي محرومة، فتحديت تخلي تشتغل عاملة، تحديت. والدتك كانت صابرة وكتومة وتسكت؟ صابرة بسيطة، هذا السبب. هذا السبب أنه تشوفيها عد أهلها مدللة، هي بتشوف شيوخ. نعم مدللة، فلما أشوفها هالشكل يعني حرام من البداية، أقول حرام وأنا صغيرة يعني ما أعرف. هي غير رافضة وغير معترضة، فلذلك تولد عندك هذا التساؤل إنه النساء يعني من أمي وبعمر أمي، وهذول يعني عندهم الرفض وعندهم هاي عندهم عيب أنه يتجاوزون أو يروحون يطلعون من البيت زعلانين ويروحون لأهلهم، أهلهم ما يقبلون أنه المرأة تطلع من بيت زوجها أو ترفض المعيشة أو ترفض من يتزوج عليها. نعم. زوجها كانت هاي التقاليد تمنع، يعني كانت التقاليد تمنع هذا حرية المرأة باختيارها أو حتى تعبيرها عن رأيها. تعبيرها عن رأيها تماماً. بس يمكن أنا الله سبحانه وتعالى ألهمني هذا الشيء. ما ردت تعيشين بنفس هذه الطريقة؟ ما ردت أعيش، ووالدتي كانت يعني تستاهل أن واحد تستاهل يعني أفضل يحميها من أفضل من اللي تمر بي. أفضل من فطلعنا إحنا كعائلة، طلعنا من أبويا وتحملت، وأنا صغيرة تحملت مسؤولية كبيرة يعني، أنا وإخواني تحملت مسؤولية، وكنت يعني قدها بس على حساب على حساب صحتي، على حساب أوجاعي، على حساب حالتي الاجتماعية، على حساب كثير. بس الفن يا سبحان الله، وبذيك الفترة تعرفين بذيك الفترة أنا مو متفردة بالعطاء وشيء، بس لأنه الممثلات قليلات. نعم. فكانت تجيني فرص كبيرة وكثيرة يعني، يقولون كانوا يقولون فاطمة تفتح الإذاعة بإيتها وتعزلها على إيتها الوقت. وأنا صغيرة سقت سيارة واشتريتها من قاسم الملاك بتسعين دينار وبكتها. صدق؟ شنو كانت السيارة؟ وبكتها كنت أسوي إعلانات للسينمات، السينما الفلانية تقدم الفيلم الفلاني بالصوت، كانت الإعلانات للسينما، فينطونا على الإعلان دينار، فجمعتهم 90 دينار اشتريت سيارة فوكسواجن من قاسم. هاي السيارة يعني حمتني هواية، وأني لحد الآن أقول السيارة والمرأة اللي تسوق هي لها حماية يعني، أنه ما تتعرف، ما تضطر، ما تضطر تتعامل ويا غرباء. وبذيك الفترة بالذات حماية، لما أنا أطلع الساعة 3 بالـ 4 من الإذاعة والتلفزيون،
فمره ما مستفرغ هذا الموضوع وبذيك الفتره اطلع يعني وحدي واروح لا أيه فكانت حمايه. واني دائما من اقول منو يعني الى فضل على فاطمه الربيعي، اقول الله سبحانه وتعالى وامي والسياره. يضحكون يستغربون شنو سياره ست فاطمه، أقولهم لا والله السيارة حماية لي حتى للبيت، حتى للمسؤولية، أدي المسؤولية حتى للدراسة حتى للعمل. هي السيارة خلصتني من هواية، خلصتك من هواية إحراجات وهواية تعاملات ويا غرباء ممكن يسيئون الفهم. إذا رجعنا شوية بعد وانت طالبة ودا تمرين من يم الإذاعة، أكو نجوم شفتيهم و وبهرج المنظر يعني قررتي انه تختارين؟ لا، هم قدموا مره طلب للاذاعه والتلفزيون زين. انه ينتمون للاذاعه والتلفزيون، اكو اعلان ورقه حاطيها على الباب، على الباب مال الاذاعه. فقدمنا اني وست فوزيه، يعني قدموا هوايه بس اني وست فوزيه عارف وبلبل الاذاعه امل المدرس. الله كمذيعة احنا الثلاثة انقبلنا، احنا امل كمذيعة واحنا ممثلات بقسم التمثيليات والبرامج. قسم بس ترى ثلاثتكم اصوات يعني تجنن مريحة. باي هي اللي يسمع صوت ست فاطمة وست فوزية وست امل صحة والعافية يا ربي دائما يرتاح داخليا. هيك الصوت اذا اسمعه اني بالراديو يجنن. اقول لك احنا مره رحنا لالمانيا قدمنا نساء لوركا، سوانا بالمركز الثقافي العراقي ندوه وكانوا بيها من الدول العربيه الاخرى. احد الاساتذه سالني قال ست انت مذيعه؟ قلت له انا ممثله. لا ست انت مذيعه؟ قلت له انت ليش تقول؟ انا دا اقول لك ممثله انا، واني جايه الان يعني بالمسرحيه. قال لا ست مو نبرات صوتك وهذا. قلت له لا مو هذا نتمرن الفضل عليه. للإذاعة الله. الإذاعة علمتنا على مخارج الحروف، صحيح. على الإلقاء. يعني أنا أذاني ما تسمع خطأ باللغة العربية، ما أعرف، ما أعرب يعني قواعدياً ما تعرفين إعرابي، لكن بس ما أسمع خطأ إطلاقاً، والخطأ يعني أذيني من لغتك سليمة بالسليقة يعني بالسليقة. وخلتنا حتى على المسرح يعني آخر سيرة بالمسرح، آخر مشاهد همس بالمسرح يسمعنا حتى لو نهمس. فهذا فضل الإذاعة. الإذاعة من دربكم بالإذاعة من قدمته؟ كان الله يرحمه شكري العقيدي، صادق علي شاهين، وكان رئيس القسم اللي خاف من عند عبد الله العزاوي الله يرحمه الله. بحيث من يدخل للاستديو احنا كنا نخاف. صادق علي شاهين الله يرحمه نستنجد به، نقول له خليه يطلع لانه نخاف نخطئ. اللي حاليا اكبر استوديو بالاذاعه هو باسمه، استوديو عبد الله العزاوي. استوديو عبد الله العزاوي. نعم. فنخليه يطلع يشرف يعني هو على علينا، نخليه يطلع هو يقرا له فد شيء صادق، فد غزاله احنا بنسميها ونخليه يطلع. يعني بدينا تلاميذ ونبقى تلاميذ الله. يعني يعني اللي هم ربونا بهالشكل. يعني عندنا المخرج هو يعني احنا اشتغلنا ويا شباب صغار، انا اشتغلت ويا شاب صغير ما اريد اذكر اسمه، والله يعني اطيع صحيح. فتعلمنا، هم ربونا هالشكل. اساتذتنا الكبار استاذ ابراهيم واستاذ قاسم واستاذ محسن، هم علمونا انه المخرج هو رب العمل صحيح. ف والله بإحدى المسرحيات أستاذ إبراهيم الله يرحمه جيت متأخرة، قال ها أطلع من المسرح. قلت له ليش أستاذ؟ قال أنت أخذت جائزة أفضل ممثلة وترقيتي علينا. قلت له شو أستاذ؟ لا تأخرتي، مستحيل بقى، وأنا صايرة عندي حادثة بالسيارة وجيت متأخرة. الله والله يعني بعدين صالحنا وهذه. قلت له استاذ هالشكل صارت الحادثه، واحنا مطيعين وملتزمين، يعني هم علمونا الالتزام والطاعه وحب العمل، والعمل عندنا عباده. ست فاطمه اكو بارت كلش حلو بهذا البرنامج راح ننتقل له انا وانتي والساده المشاهدين،
إلى علاقة بالغناء والأصوات اللي تحبيها، فشن رأيك ننتقل؟ يلا مدام حلو ننتقل. الله 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 الله. سيدة مائدة نزهت الله يرحمها. يمكن الكثير من المشاهدين ما سامعين أغنية كذاب كذاب بصوت صوت مائدة. يعني شوفي احنا نحن الآن إلى هكذا أصوات أو إلى هي وغيرها من المطربات بزمان. من المطربات اللي تحبيهم كنتي تسمعي لهم أو ما زلتي تسمعي لهم؟ هي سليمة مراد بكتها، يعني أمل خضير عندها أغاني حلو حلوة، يعني بصوتها هذا العذب العذب ترف. سيتا احنا كنا يعني هاي الله الصوت وكأنه طفل مرح. مرح صحيح. أنوار عبد الوهاب الله. يعني هاي الأصوات اللي ما تقدرين تمسحيها من الذاكرة أبدا. ونحن نتأسف لأن الآن ما عندنا مطربات، ما عندنا أصوات، وإحنا يعني بلد يعني عريق. يعني صديق الملاية بكتها ولا بقت هواية يعني بذهننا احنا او بكتها، وتشوفين حتى ما تمشين بالسياره انت اذا ما تفتحين لو تسمعين مسلسل اذاعي بالراديو لو تسمعين اغنيه عراقيه. شنو كان عندك كاسيت بالسياره؟ بما انه احنا هسه بمحل تسجيل شلون الديكور؟ والله هي قلت لك هي هاي الاغاني، وخصوصا مال ناظم الغزالي ومحمد القبنشي. أنا أسمعين المقام العراقي، أحب المقام لأن بيه لغة حلوة. صح، لغة حلوة عذبة بيها ثقافة تحسين يعني. فإحنا تعلمنا من ذاك. سليمة مراد وناظم الغزالي كانوا ثنائي ناجح جدا. ثنائي، وشنت انقهرت وبكتها من توفى المرحوم ناظم الغزالي. سليمة مراد عندها أغنية يعني كنا نعزيها، هي قبل وفاة ناظم عندها هذه الأغنية. نعم. ربما المشاهد يقول فاطمة ما مضبوطة أو كذا. نعم. بس قبل ناظم كانت عندها هذه الأغنية. هسه كنت أردت بها يعني هذا مو إنصاف منك غيبتك هلقة تطول والناس لو تسألني عنك شرد أجاوبهم شقول. يعني تحسيها رأسا وكأنه تعاتب ناظم. الثنائيات بالوسط الفني يعني زوج وزوجة من نفس المجال من نفس الاختصاص، تعتقدين هذه علاقات ناجحة؟ والله لوجود اللغة المشتركة، الفهم المشترك، تفهمين وقته وتفهمين صعوبة العمل، لأنه أنت عند نفس الشيء يعني. وهو لو تأخرتي، لو عندك عمل، لو هذا يسامحك يعني. الفهم والتفاهم كثير ترى عندنا يعني بالوسط. زيجات ناجحة. شلون تزوجتي استاذ محمد؟ احنا كنا نروح نسوي فيلم عن القضية الفلسطينية بوقتها، وبالسيارة يعني أنا كنت أحترمه جدا كفنان، وبعدين أحترمه كفنان ورجل، معجبة به كفنان ورجل. كانت حلوة. فصارت يعني مثل ما نقول القسمة. بعد إيش معجبة به؟ طبعا ابو اولادي وشخصية مختلفة. هو شخصية يعني
ما تتحملها كل مرة. حقيقة يعني صعب صعب المراس وحاد المزاج وحاد ودائما يعني فوق الواقع. الصحيح كذا الصحيح هو صح ده يحكي مو هذا اي بس الواقع بس الواقع مو هيك والواقع ما يرحمه صح ابدا. وانا مرات اتنرفز اقول له محمد كون واقعي كون واقعي احنا الظرف اللي نعيشها هالشكل احنا الظرف اللي نعيشها هالشكل وخصوصا هو بهذا العمر وبهذا العطاء اللي نطاه ويبحث عن العمل يتنرفز مثل ما قلت لك يعني عند عمل صار فيلم صار من 2013 بغداد عاصمة الثقافة الأوجاع والمسرات لحد الآن ما طالع للنور نعم. لحد الآن ما انعرض وهاي المسألة متعبة جدا بالنسبة إلى جارحة أصلا. راح أسمعك ست الأغنية الثانية دير معاقة غريبة لو أنا منكم عجيبة الهجير معادة غريبة لو أنا منكم عجيبة عرفت مين هذا ما يحتاج نقول ثلاث شيء بس نشوف الصوت الروعة صوت وكأنه يشبه هذه الألمازة اللي يقصون بها الزجاج. والله شنو هالنقاء؟ يعني نقاء وهذه الرصانة بالصوت يدخل للقلب فورا. وانت من تسمعيهم مو بس تنقهرين تتأسفين ليش يعني ليش ماكو بعد هذه الأصوات. نعم. ليش بعد يعني معقولة يعني العراق صار عاقر. والله اكو 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 اصوات لكن الفرص اقل. ست مائدة كانت ثنائي ناجح مع وديع خوندة لكنها اعتزلت. الست زهرة الرباعي شقيقة حضرتك تزوجت الراحل الكبير هاني الله يرحمه. سؤالي هنا تعتقدين انه ممكن يكون بالزواج من الوسط الفني منفذ او خلاص من الضغوط المجتمعيه ما عدا الفهم والتفاهم اللي حكينا بيه اكو هذا هاي الجزئيه موجوده؟ هي موجوده لانه تعتبر حمايه من الضغوطات مثل ما قلتي ومو بس الضغوطات العائليه والضغوطات لا حمايه من كل شيء يعني من كل شيء ودعم يكون داعم خاصه اذا كان انسان هو قبل أن هو يحترم عمله وعملك يحترمه شكد حلو يحترم هذا العمل ومن يكون العمل مقدس عنده تظنها كان انسان عطوف كان عطوف والله انا بوحده من مذكراتي هو قديس انا سميته قديس المسرح حقيقة. وكتبت عنه الكثير وكان الصديق الوحيد المقرب الي مو لانه زوج اختي صديقي المقرب هاني فقدت اهم صديق عندي هو قديس وانت العاشقه لبغداد منين اجى هذا اللقب؟ شلون انطلق هذا اللقب او اطلق على السيده فاطمه الربيعي؟ والله بغداد هي عروسه العواصم مع الاسف الان اللي الخراب اللي دبيها وهذا يحزنني هوايه. يعني اقول بغداد هي امي وانا بنتها بها ابدعت بادواري كلها فحب الاول والاخير بها ولها. والله. أنا إجيت من 56 إلى بغداد هاجرنا يعني من الكويت فكل ما أصبو إلى تحقق لي في بغداد كل ما أني هسة فاطمة الربيعي هو في بغداد. أنا أحب بغداد وأحب أعشق شارع الرشيد
هذول من تقولين بغداد تقولين شارع رشيد، من تقولين شارع رشيد تقولين بغداد. يعني كل هذا الفضل وكل هذا ما يخليني أكون عاشقة إلى بغداد. قبل ما نتحول أنا وحضرتك والسادة المشاهدين إلى مقهى قدوري ونشوف أبو نجم اليوم شو محضر لنا قصص، احنا عندنا بارت بقهوة ويقعدون الجماعة شوية يبالغون بالكلام شوية. فقبل ما نسمع المبالغات وقصة اليوم راح أسمعك هذه الأغنية. أفندينا في السؤال بلا زحمة. إيه تفضل. أكو مثل يقول حبل الكذب قصير. أوه عم اشتغل الحكي الزايد مالتك. شنو شو بك أبو نجم؟ شنو حبل الكذب جيب على الكذب لو السؤال في الكذب. شنو السؤال؟ كل ما أقول كذب ينقز علي يا صديق كذب يا أبو نجم. شنو قصدك عن الجدار؟ نعم ويامك يا بي، بس سؤال أسأل أفندينا. شنو حبل الكذب قصير؟ ما صار شيء أبو نجم، ما صار شيء. من يلح وياي بهالسالفة. قدوري. نعم. أنا إيه؟ أنا سامع بالمثل، بس أنت شو ذكرك بي؟ والله ايش سؤال يعني. ايوه ممكن اعرفه. تعرف قصه المثل؟ المثل اي يعني. ليش لا، حلو يه. قصه المثل حلو طبعا. هذا المثل بس مو عليك، هو مو عليه مو عليه لا 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 مو عليه، ما له علاقه تعبنا تعبنا لا. فهذا المثل معناه انه الكذاب ينكشف بسرعه. زين مو يمك مو يمك مو يمك يا بفتحنا مو يمك عشان في القهوه واطلع العشوش شنو هاي يلا ساعة ما تريد تعرفون قصة لا 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 تفضل قصة هذا المثل. فاليوم تاجر انباقت خزينته وكان شاك بثلاثة من صناعه. ليه شاك بذول الثلاثة؟ لأن بس هم كانوا اللي يدخلون ويطلعون من يمه، وبس هم اللي يعرفون مكان الخزنة. بس هو ما كان يعرف منو منهم اللي بايق. طعب بنته كلش ذكية، اجت لابوها قالت له يابا انا عندي الحل. ايه شنو الحل؟ شنو الحل؟ قالت له تجيب حبال ثلاثة نفس الطول. زين زين زين، وتنطيها للعمال صناع مالك الثلاثة اللي يشتغلون يمه. ايه يشتغلون يمه، وتقول لهم كل واحد يروح اليوم يخلي هذا الحبل جوا المخدة مالته قبل ما ينام. زين. والصبح يجيب الحبل. زين. بس ها ترى اللي يجيب الحبل مالته طول 10 سنتيمترات يعني هذا هو البايق. اي صحيح بينه شلون ذكي. التاجر نفذ كلام بنته الخطه. دز على العمال جاب لهم حبال ثلاثه نفس الطول، قال لهم كل واحد حبل، كل واحد يروح لبيته يخلي الحبل جوا المخده ويجيني الصبح يجيب الحبل مالته. بس اذا اي حبل لقيته طال 10 سنتيمترات يعني هو البايب. زين فدينا الثاني والصار. ثاني يوم العمال الصناع جابوا الحبال ثلاثة كلوا سلموا التاجر كلوا. بس واحد من الصناع شو مسوي؟ طلع قص من الحبل مالته 10 سنتيمات. فالتاجر ضحك قال له أنت البايك. شلون بالله شلون 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 عرف؟ شلون عرف؟ إيه هسا أقول لكم هذا لأن هو البايق. ايه؟ خاف الحبل ماله يطول ويكشفه لأن هو البايق. فسوى قص من الحبل مالته 10 سنتيمترات حتى لا يطول 10 سنتيمترات. كشف روحه. ولهذا ايش قال؟ حبل الكذب قصير. شوف هذا هاي قصة المثل. هاي كلش حكمة حلوة. كلش حلوة يا والله. والله العظيم. قل لي يا أبو نجم شنو هذا بحضنك؟ هذا عبالك حبل تظن بعده؟ لا 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 عيني لا، هذا ما ينطي بس للعزيزات الغاليات. من هي العزيزة الغالية؟ هاي شنو هاي؟ اي نعم هذا هذا جايبي لي اياه من جزر الواقواق. جزر الواقواق؟ اي يعني ليش ماكو منها من بالعراق؟ لا لا ماكو ماكو، هذا دخن دخن؟ دخن خاص مع الدجاج. هذا جايبي لي اياه من جزر الواقواق. بس شنو هذا؟ هذا اخو خيته ماكو. فهذا دخن مضبوط اصلا يخلي الدجاج يحكي. هاي شنو هاي؟
يعني شلون هاي؟ هاي شنو ابو نجيم؟ الدجاج يحكي هاي ايش لك خليها سكته اي حد لا حيسمعنا هاي هو طبعا انتم ما تدرون بهذا شنو؟ شنو؟ هذا الدخون هذا جايبيه من جزر الواقواق هذا جدي الله يرحمه ويرحم موتاكم موتاك من صارت بالسبعة وستين مو تذكرون صارت حرب بالسبعة وستين جدي راح وين سفرة جزر الواقواق هناك اتعرف على ناس ساكنين هناك بالواقواق هماتين عرب اتعرف عليهم وتعرفوا عليه شاف عندهم دجاج يحكي قال لهم هذا شنو الدجاج اللي يحكي قال له هذا من وراء هذا الدخن هو لا أقول لكم لا تقولوا لي جاب قوني ثين دخون واشترى دجاج من أنا عيني ربع على يده ويطيهن بهالدخون والدجاج يحكي الدجاج يحكي يسالف يسالف سوالف عجيبة غريبة الدجاج أي نعم سبحان الله انداريل الدجاج بهذا الدخون لأن ماكو مثله بس شنو اللي صار تتذكرون يا جماعة بالسبعة وستين صارت حرب وكو هواية ناس ماتت استشهدت بالشارع مالتنا هواية صارت فواتح فبيبيتي تنقهر شو تسوي تطلع من الدجاجات تذبح وتودي فضل لأهل الفواتح تذبح وتودي فضل لأهل الفواتح أصلاً العلمك ما هلقت تذبح وتطلي الفواتح الدجاج الأدنى ثلاثة أرباعة خلاص اي نعم ظلن كم دجاجة وإحنا نطعمهن اي نعم وأسماءهن عجيبة غريبة شون شنو شون كل دجاجة طيناها اسم أسماء بغدادية واحدة سميناها دجاجة نجات واحدة اسمها سهام واحدة اسمها وفاء واحدة اسمها صوفيا لورين لا يا اقول له بغدادية يقول لي صوفيا لورين اصلا العلمك واحد من اللي ديوشه هنا كم دي كان عندنا واحد من اللي ديوشه كان دائما يقعد يم جديتي يم بيبيتي يقعد يتفرج على التلفزيون يشوف يحب الافلام المصرية ما هالقد يحب الافلام سميناها رشدي اباضة اي حتى مرات يعوي بالمصري يسوي انتم مالكوا لسه صاحيين ولا نايمين يعني هم يقول احنا اولاد النهارده ايش عبالك يسولفن بس شنو يا اخي هاي ببيتي مو يوميه تقعد المغربيه تبكي على الشباب ودوله والحرب وكذا تبكي وهن يبكن يعوعن وياهن يبكن حتى هذا الديش ماكو رجلي باضه قام كله يا خرابي يا حق يا خرابي يا حق ساعتي السودة يا حق ويبكي الديج ومن كثرة بكي وحده ورا اللخ بدن يموتن ما وصلن حاله اكو كم وحده ظلن حتى قامن ما يقدرن يحجن شسر ما يحجن خرسن والخرسه خرسه ومن ذاك اليوم لهذا اليوم يجيبوا لي هذا والطين بس قام ما يشتغل وياهن ليش ما ادري خو مثل احتجاجاتي 24 ساعه حفرن بالحديقه يلا يا باني اترخص ها وين؟ رجلي أباضة رمش لي ما شاء الله سل منا يعني صدق دي يحكي ملخص القصة مع أبو نجم هي أنه الحروب قد تؤدي بالإنسان وبالبشر إلى أنه يفقد الأمل ويفقد حتى الرغبة بالحياة ست فاطمة بالحروب من الخسران ومن الربحان من المنتصر ما بي منتصر ولا خاسر هي خراب خراب الإنسان خراب البلد خراب من جميع النواحي ويظل أفهم فترة. من هذا أنه أنت معتبرتها خسارة حتى للمنتصر طبعا طبعا خسارة لأي بلد لأنه ما راح لا يخرب الاقتصاد يخرب الإنسان يخرب الأمن يخرب كل شيء يخرب الأمل يعني بعد ما عندك أمل وبعدين تخلصين فترة يعني فترة من عمره للإنسان هدر بالوقت هدر بالوقت بالعمر كل شيء يعني هدر فالحروب وجع كل الأطراف وجع خسرانة وجع وتشوفين لحد الآن الإنسان العراقي يعاني نتيجة هاي الحروب اللي الآن إحنا بيه نتيجة الحروب طيب هذه الثقافة مال إنه المرأة لازم ما تكمل دراستها المرأة لازم تأخذ ابن عمها إذا صارت مشكلة بين عشيرتين يأخذون الفصل دواب ونساء
فصلية. هذه الأعراف ذاك الوقت قبل وقت ولحد هاي اللحظة موجود. مين مسؤول عن ديمومة هاي الثقافة؟ ليش مدى تنتهي؟ ست هاي كلها من عدم الوعي. احنا محتاجين وعي في كل الظروف. ترى احنا ما تطورنا هواية، ترى ما تقدمنا هواية. يعني لا زالت احنا نسمع بين فترة وفترة اللي يسموها الدقات العشارية وغيرها. نعم. وغيرها. نعم. وغيرها. نعم. على بهذه الحد الان ما ياخذوها فصلية، والنهي النهي على بنت. نعم. العم وعلى الاخت. نعم. وعلى والاختيار من قبل الاهل ومن قبل العمام ومن قبل الاقارب، وليس حق للمراه هي ان تختار. ومن تختار المراه هي يقولون هاي تجاوزت التقاليد. هذه تقاليدنا لازم ما تكسرها. يعني مثلا يعني انا كل اعمالي ما كسرت حتى التقاليد العراقيه والتقاليد الاسريه. نعم. كممثله، لكن ما رضوا علي. صحيح. وشافوني اني يعني غير شكل، صرت النشاز عن نشاز عن العالم. إيه. ولكن لما هم يعني يفعلون الاشياء الغير تقلي يعني تقبلها التقاليد والعرف والاعراف والهذه الخروقات، هم الخروقات هم ما يخالف كرجال ما، لكن إيه لما البنت او الاخت اختارت مجرد ان اختارت الدراسه واختارت الزوج اللي ممكن انه في اكو لغه مشتركه واكو مكانه ممكن انه مستقبلا ان يكونون عائله ناجحه، لا هاي يعني مصرف لهم. فاحنا لحد انا اقول لحد هذا اليوم احنا ما عندنا هذا الوعي الكامل هذا الاتجاه. طيب ست فاطمة، حبيت أسأل إنه بما إنه هذه المسيرة الطويلة احتوت الكثير من الوجوه والناس والمعارف ودراسة وزملاء عمل، فديوم صارت قدامك أو سمعتي بقصة حب تحدت الواقع من تقاليد أو أعراف؟ هناك هواية قصص أو هواية محبين تزوجوا عن حب وصاروا كونوا عوائل مستقرة نتيجة وعيهم وثقافتهم وتحديهم. الأهم شيء إحنا قلنا الوعي جدا ضروري. صح راح يعني لاقوا عذابات يعانون أكيد ولاقوا انتكاسات، لكن الوعي والثقافة خلتهم يستمرون. وسمعت هاي حكاية مع أغنية ناظم الغزالي الله يرحمه سمراء من قوم عيسى، لما حب بنية مسيحية وهو طالب كلية وهي تفوت من المناطق البغدادية لبغداد القديمة. ففترة اثنينهم يعانون من بدت نظرات وبعدين دخلوا ناس وصلوا لهم، لكن هو غاب فترة ورجع هي عبالها تركها تزوجت هذه البنية. اجى برا فترة طويلة سمع عنها تزوجت، يعني بدت معاناته ومرضه توفت البنية، هو وراها بفترة توفى. هي شي قصة. وقصص بالتاريخ كثيرة مع ليلى العامرية وغيرها وغيرها، شلون لما قيس بن لبنى وهاي لما تركها هو هذا ابن عمها واحتاجوا للحروب وكذا ورجعوا بعدين بعد معاناة طويلة عريضة. البنية راحت تزوجتها غير قبيلة ايضا عانت كتبت قصيدة شعر وانسجنت، يمكن هي كتبت له قصيدة شعر ونقلت قصيدة الشعر إلى وجا. وكثير من القصص هاي العظيمة بالنسبة لل احنا بشكل عام هي الحب يصنع المستحيل. حب بكل شيء ممكن، حب بكل شيء يعني. يعني كان حتى ما عانينا من هاي الظروف اللي دنمر بيها لو اكو حب. دراستك بالمعهد كانت نقدر نترجمها نوع من حب؟ يعني انت كنتي نجمه وبطله وماخذه جوائز والناس كلها تعرفك، كملتي دراسه معهد الفنون الجميله ودخلتي بفتره متاخره، هذا حب لو مو حب؟
حب. شوفي كنت يراودني حلم فترات طويلة أنه أني على الرحلة وأكو سؤال عاصي مدى أقدر أحله. يجيني تقريباً يراودني بالسبوع مرتين ثلاثة دا تمتحنين؟ دا أمتحن وأكو سؤال عويس عويس مدى أعرف أحله. والله يا ست لما ندخلت معهد لليوم ما راودني هذا الحلم أبداً، وكأنه يعني هو مو نقص، هو الدراسة ضرورية وتسقل مثل ما يقولون ثقافة الإنسان وموهبة الإنسان، وأني كنت مشهورة جداً ونجمة ومتفردة بالساحة، بس مع ذلك يعني كنت محتاجة. كانت طموح طموح وضرورية، لأنه عانيت بدراستي من كنت أطلع من المدرسة وأروح للإذاعة وما قدرت، ظروفي ما خلتني أكمل. ظل حاز داخلك أنه تحتاجين لازم توازنين هذا النجاح بنجاح الدراسة والشهادة. تفسير هذا الحلم، تفسير هذا الحلم بعدين كل ما أحكي لأحد يقولوا لي هاي أنت كان بنفسك أنه تكملين دراسة. وهي الدراسة يعني قبل أنا في اليوم استضافوني إلى مكان دا أقول لهم أنا ورا المدرسة مالتنا بالمتوسطة أخذت فت شعراية من عندها وخليتها بالكتاب، ظليت يعني وكأنه يعني فتشي مقدس، والله هو مقدس. فصفقوا وقاموا الجمهور، قلت لهم ليه صف؟ قالوا لي ماكو هيك هسه هيك المدرس إلى هالدرجة من الحب والاحترام. أيه الله هذاك الجيل هالشكل. منو من ممثلات الأجيال اللي جتي بعدك تحسيها تحبك بهذه الطريقة؟ أو تعاملتي وياها بعمل وقلتي الله أنا هم هيك أو كنت هيك أو كان عندي هيك الطموح؟ يعني هم الممثلات اللي الجيل اللي قبلنا كانت ست ناهدة الله يرحمها ست زينب وآزادوهي، فكانوا هم فد بالنسبة لنا فد شيء يعني كبير ومهم. من كنت أروح المسرح الحديث وأشوفهم على المسرح فما التقينا يعني بال يعني هيك التقينا بعمل او كذا ما عدا بتمثيلية السهرة مرة التقينا انا وست ناهدة فيمكن ومثلت المسرحية سووها على شكل مسلسل مسرحية ناهدة اللي اشتهرت بيها فسووها على فهذا طموحي كان يعني اباوع عليهم. مرة شفت باللي اجوي بعدك من الاجيال اللي اجوا بعدي من الاجيال منو اللي تعاملت وياك شذا دكتوره شذا سالم دكتوره شذا سالم تحياتي لها. يعني عشنا فتره طويله بالاعمال نعم بالاذاعه وبالدراما مسيره طويله مسيره طويله يعني اول عمل اول مسلسل ملون احنا سويته قبل اول مسلسل ابيض واسود فارس بني حمدان انا والاستاذ سامي الله يرحمه بس شذا بمسلسل عمر بن ابي ربيعه احنا كنا سوينا فمسيره يعني بعد فتره طويله تكتشفين الفنان ولا الا مواقف بالمسلسل العام اللي انعرض برمضان انا كنت توني مسوي عمليه لرجلي فشالتني شيلة يعني حسيتها بنتي حسيتها أمي حسيتها يعني طلع المعدن الحقيقي يسكن قلبي يسكن قلبي يعني وياي ورا كل هاي العقود ورا كل هذه قلت لك هو أما السفر هو محك أو العمل أو يعني مشتغلين بس ما محتكين ما محتكين بهيجي موقف أقول لك مو توني أنا أخلص من مشهد تجي تغطري تقومني تقعدني هذا فهذا يعني ما يروح من بالي ما يعني حسيت يعني حميمية حنيتها فهي من المواقف وكثير يعني المواقف بجيلنا يعني السيدة الكبيرة مشتاقة إلها سعدية الله سعدية الزيدي الله يعني ست سليمة أيضا الله ينطيها الصحة والعافية صحة اشتغلنا سويتها بالفرقة القومية كثير غزوة الخالدي
يعني هاي فوزية عارف بعيدا عن الألقاب مالتهم. شنو آخر أعمال السيدة فاطمة الرباعي الآن؟ محمد الشكري عنده عمل عن تحرير الموصل الله. دا يحولوه على أساس حلقات ها. وبعد يردون منتج نعم. يعني من تحرير الموصل لحد الآن دا يعاني عن المنتج لهذا العمل. نعم 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 اي عرفت عرفت. فطلبوا اي اسمه الجحيم. الجحيم نعم. الجحيم عمل حلو كلش وإنساني وأيضا عن مكانة المرأة والفتاة والحفاظ على نعم. شرف المرأة العراقية من داعش. نعم نعم. فعمل عظيم بعد هذا إيه. احنا بدنا ننتظر هذا العمل ان شاء الله يجي يطلع للنور او يجي منتج او ان شاء الله يا رب. هذا نتمنى. كم جزء تصير مسلسل حياة فاطمة الرباعي؟ والله اني قلت سابقا 30 مسلسل ما يغطي حياة فاطمة الرباعي. والله لو أكو من الأحداث لو من المصاعب لا من متاعب ونجاحات. الله يعني أنا كونت جيل حلو يعني من أولادي وبنية قدمت أعمال بقت بذاكرة وضمير المشاهد العراقي ما كسرت تقاليد بلدي ولا التقاليد العراقية يعني مثلت العراق بالمهرجانات والأسابيع الثقافية ودائما العراق على رأسي ودائما أذكر أنا بلقاءاتي أقولهم من تقدموني لا تقولون فاطمة الرباعي من العراق قولوا من العراق فاطمة الرباعي لأن أنا العراق هو إلى فضل علي وعلى أولادي وعلى نجاحاتي وعلى مأساتي. حبيبتي صحة والعافية ستي. الله يخليك. ما أقدر أخفي فرحتي وسعادتي كل ما أشوفك وكل ما نلتقي ولو لقاءات متباعدة، لكن تبقين مثل عين القلادة. حبيبتي جوهرة التاج أكو مسميات هواية بالقلب ما توفي، لكن والله سعيدة 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 سعادة كبيرة. تعرفين محبتي إليك يعني من زمان، وبكل لقاءاتي يقولوا لي من امتداد إليك أقول لهم ست آلاء امتداد، وتذكريني بشبابي أيضا تحديك يعني سعادة أيضا سعادة لي والله هذا تحديك. وأني أشكرك وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، وسعيدة أيضا سعيدة بطلتي على المشاهد، وإن شاء الله أكون دائما عند حسن، لأن أنا أولا وآخرا يهمني رأي المتلقي وأكون صادقة وياه. كبيرة دائما الله يخليك. كبيرة بقلبك وبعطائك وبمحبتك. تسلمي. شكرا جزيلا لك ست فاطمة، نورتي وشرفتي جمهورنا العزيز. شكرا لكم ولمتابعتكم، وانتظرونا في حلقة قادمة من جيل الطيبين.